أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. نعم سيدي. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. الله 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 الله. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وأما وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم. أحسنت 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 أحسنت. قبل الله قبل الله قبل الله قبل الله. ما شاء الله جميل. والله والله هذا من قلبي، هذا من غير مبالغة، ولكن قراءته جميلة جداً. يعني هيك يعني جدي olarak hiç şey harbiden söylüyorum. Bu çok güzel bir şeydir ve cemil bir şeydir. Yani güzel bir şeydir. اللي حاله بس انا عايز اقول لك يعني عشان يعني انا اسمع من صوتك يعني هذا يعني ياخذ هذا بهذه الخبرة تاخذ بعض السنوات. هذا لم يجي عندك يعني 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 سنة أو يعني شهور، لا سنوات سنوات. اللي إيه هو إيه أنت ممكن حتلاقيه عشان أنا كنت نفس سنه. أيوه. وممكن صوتي كان زي صوته. أيوه. فاهم حضرتك؟ أيوه. فيعني ممكن أنا أقرأ 10 دقائق وصوتي تعبان. فاهم؟ فأنا قلت لنفسي سبحان الله كيف يعني؟
شيخ عبد الباسط يقرأ يعني ثلاث أرباع يعني ساعة إلا ربع، وصوته كما هو بدأ. ما هو الحكمة أو المعجزة فيه؟ يعني الصوت زي الموتور. أيوة صح. موتور العربية. أيوة. لازم يعني قبل ما أنت تمشي لازم تسخنه. على دم يعني. أنا أعرف ماذا هو حيقول، حيقول لي يعني عنده يعني فترة صغيرة فعايز يلحق. أيوة يلحق تمرين يعني تمرين. أيوة. ولكن يعني هذا بس ممكن الكلام أنا بقول له يعرف. صح. ما هو ممكن يعرفه. أيوة. ولكن هذا برضو يعني نصيحة لي أنا أولا. الله أكبر. بنصحه هو. أيوة. ولكن أوصي بنفسي أولا. صح. يعني bu sözün bir nasihattir. Önce kendin aslına sonra ona bir aracın bir gerecin motoru çalıştırmadan önce ısıtmak gerekiyor. Bu ısı da bu adamda var diyor yani. Onu demek istiyor adam. Evet Allah. Evet. Yani أنت ممكن تقرأ كده يعني قول يعني ممكن خمس دقايق في الافتتاح يعني في تسخين. استجاب الله. أيوة. يعني التسخين. بعدين المرش. أيوة سخين ومستخين. وأنت تراعي نفسك صوتك إزاي. شوف يعني أنا الآن أقرأ. صح. ولكن انا لا ادري كيف حيكون صوتي. شوف شيخ مصطفى اسماعيل. أيوة. شيخ مصطفى اسماعيل صوته فتح الا ساعه الا ربع. نعم. هو يقرا ساعه الا ربع الا فيفتح صوته. هكذا هو كان يقرا ساعتين وثلاث ساعات. الله yani bunu sen diyor kendinde temrin et yani alışmalı. Evet. Ama yani. لما واحد يقرأ ممكن يعني كل مرة كده يعني يعني 35 سنة حيكون صوته يعني يبش. طيب خلاص عليك. طيب ان شاء الله. طيب فرحان فيكم.